Åkås. Holder ballen i laget, legger igjen. Sender den ned, det bra gjort. Og frem og tilbake, det like før den andre beina på Engblom. Skjer forholdsvis lavt, innledningsvis Ålesund. Etablerer en angrepsspill. Vært fraværende i første 7 minuttene. Legger inn på bakre. Strake bortetap før denne kampen. Snart av Våge Nilsen. Bra vårt også Haukås. Her kan Søderlund komme. Kombinerer med Haukås. Kommer seg rundt. Stusser bak. Den er Grytebust med på. Ingen offside. Hele forsvarssjekka vil ha det. Stopper nesten opp. Søderlund blir veldig alene. Går for en avslutning i tverrleggeren! Ville ha offside først. Sund ble snutt for straffe, eller ikke? Arantes vrir spillet, ta med seg Stuart, kan sette fart. Prøver seg på lenge etter denne sesongen. Haukås. Ja, tilbake igjen. Og så er det en meget bra og ikke minst viktig takling fra Stuart. Garantes. Strålende ball. Jäger. Bra innlegg. Her kan være to, og det er det. Leke James han topper ledelsen for Ålesund etter et strålende innlegg fra Einar Jäger. Og igjen så er det bra. Barantes og James gjorde et vær i den første omgangen. Haugesund var best i 20-25 første minuttene. Hadde et par gode muligheter, blant annet et skudd som traff tvær. Haugesund var svake i egen boks ved begge målene. Lov å stå umarkert og sette ballen i mål fra kort avstand. Forbi, sterkt av Jäger. Det blir som gang her. Ingen til, Engblom vinner tilbake. Haukås, tid til å sikte, gjør det også. Strålende innlegg. Veldig bra gjort også. Ballen går i lengderetning og gode personer og passninger mot tvers. Her er Barantes meget heldig. Prøvde på et herde.
شويان يلعبها إلى القائد راس فراد. وهناك خطأ وركلة حرة. كرة مقطوعة بالمنتصف يحصل الكسندر ديمتري يعيدها إلى الخلف إلى اللاعب إيغور موروزوف إلى الجانب إينر جاجير. إينر جاجير يلعب الكرة طويلة إلى الجانب، كرة رأسية مقطوعة من اللاعب جويان مرة أخرى بالمنتصف، محاولة لصالح المنتخب الروماني قصيرة مقطوعة إلى الجانب الآن، محاولة عند اللاعب كريستيان كيناسي لكن الكرة مقطوعة لصالح المنتخب الإستوني. عادت الكرة للمدافع إينر جاجير. إينر جاجير يلعب الكرة طويلة، ملعوبة الكرة طويلة بلحارس المرمى سيرجي باريكو. كرة أقرب إلى المدافع نيكولا جويان إلى حارس ألبانيا. ألبانيا مع قبرص، الجبل الأسود مع بولندا، لوكسمبورغ مع البرتغال، وألمانيا مع جزر فارو، إيزيلندا مع النرويج، بلغاريا مع ايطاليا، ويلز مع بلجيكا. وكره خطيره، كره خطيره جورج نيكولاي يغيبون عن تشكيله المنتخب الروماني ايضا. كره عادت، محاوله من جديد، ملعوبه الكره طالت على ساندر بوري مقطوعه من المدشان على التنفيذ. الكسندر ورشان يلعب الكره عرضيه عاليه راسيه مقطوعه تبعد مره اخرى من إينر جاجير. عادت مره اخرى محاوله عند اللاعب الكسندر ماتيل. ماتيل يلعب الكره، مقطوعه من ديمتريف. ديمتريف يلعب الكره بالمنتصف الى فازيليف. فازيليف مره اخرى محاوله مقطوعه الكره من اللاعب لازار، يتركها الى إينر جاجير. جاجير على التنفيذ، عادت الى جاجير مره اخرى، وكرة برا الملعب الى ركلة مرمى لمنتخب رومان. جماهير الطالب بركلة حرة من اللاعب فلاد شيريشيف. كرة طويلة من جاجير طالت الى الحارس بوغدان لابونت. راتس يلعب كرة طويلة رأسية مقطوعة من اللاعب ديمتريف، وهناك خطأ ركلة حرة لصالح منتخب استوني. برقم 13 وإندرياس أوبير برقم 8 وجولند بيري بالرقم 10. تشكيلة المنتخب الروماني، انطلاق صافرة حكم المباراة مازك ميلورد لتعلن نهاية بداية أحداث شوط المباراة الثاني. بوغدان لابونت الخطورة في تشكيلة المنتخب الاستوني. عادت الكرة للجانب إلى ساندر بوري. ساندر بوري يعيد الكرة إلى الخلف إلى اللاعب فاسيليف. فاسيليف مرة أخرى ملعوبة لجاجير المدافع، يلعبها عرضية قصيرة مقطوعة من المدافع رات. رات في المنتصف إلى اللاعب الولايات المتحدة بهدف واحد لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط. ثم في الدور ربع نهائي رومانيا خسرت من السويد بركلات الترجيح 5-0. شيريشيف بالمنتصف الى الكسندر بورشيانو. عادت الى راس فان رات. رات يلعب الكره الى الجانب، قصيره مقطوعه من دفاعات المنتخب الاستوني في وسط الملعب. حتى من المباراه تشير الى مواصله اللعب، الكره عند اللاعب راس فان رات. راس فان رات ملعوبه، الكره مقطوعه.